أهلا بكل حضراتكم، كلها أيام بسيطة ويبدأ العام الدراسي الجديد. كل سنة وحضراتكم بألف خير. خلونا نستعرض بقى من خلال هذه التغطية أبرز وأهم المعلومات بخصوص العام الدراسي الجديد فيما يتعلق بنظام الحضور والغياب والكتب الدراسية والنظام الدراسي وغيرها من الأمور. خلونا نبدأ بنظام الحضور والغياب. وفقا لمصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم تفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، كما إنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب، وده لتحقيق عام دراسي منضبط ومستقر منذ اليوم الأول من بدء الدراسة. كمان هيتم التشديد على الطابور الصباحي في كل مدرسة، كمان زي ما قلنا التشدد في مسألة تسجيل الغياب يوميا وإبلاغ ولي الأمر بمعدلات حضور وغياب ابنه بشكل دوري، بحيث يكون على دراية كاملة بمدى التزام الابن من عدمه. طلاب المدارس الدولية هتبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد 18، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط العام الدراسي الجديد. أما بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والرسمية فهيبدأ العام الدراسي بها يوم 1 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، يعني مدة العام الدراسي الجديد تصل تقريبا 35 أسبوع دراسي. والفصل الدراسي الأول هيكون حتى 26 يناير 2023، وهيبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو. خلونا نروح لنقطة تانية وهي الكتب الدراسية. خليني أقول لحضراتكم أنه أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المراحل التعليمية على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بدءا من هذا الأسبوع للاطلاع عليها أو تحملها، فيما عدا كتب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وده لوجود تعديلات على المناهج الدراسية الجديدة لتواكب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023. أيضا انتهت الوزارة من طباعة كتب العام الدراسي الجديد بجميع المراحل التعليمية فيما عدا الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وده وفقا لما قالته مصادر بوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتسليم الكتب الدراسية للمديريات التعليمية. كمان في تعليمات مشددة للمديريات بتسليم الكتب المدرسية للطلاب في أول يوم للدراسة دون تأخير. كان دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قال في تصريحات له أنه طالب المطابع اللي بتتولى مهمة أعمال طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي القادم بالإسراع في إنهاء أعمال طباعة كتب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وقال أن مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع والخامس الابتدائي بيتم إجراء تعديلات عليهما. أما عن تطبيق اليوم الرياضي، من المقرر أيضاً أن يبدأ العام الدراسي المقبل، يعني تطبيق خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023، واللي بتقوم على إتاحة يوم مخصص للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية في المدارس. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه هيكون في يوم رياضي للأنشطة المختلفة في الأسبوع مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وسيكون هناك تعاون مع الوزارات المختلفة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وأيضا آلية دمج كافة المنصات والقنوات التعليمية بالعملية التعليمية، وخطوات كتيرة سيتم الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي. وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن اليوم الرياضي في المدارس بيستهدف تحقيق توجه به الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وسيتحقق ذلك من خلال الطلاب. وأضاف إن اليوم الرياضي لا يعني إلغاء حصص التربية الرياضية وحصص الأنشطة، ولا يعني تخفيف عدد أيام الدراسة في الأسبوع. طيب خلونا نختم مع حضراتكم هذه التغطية عن العام الدراسي الجديد عن الثانوية العامة وكمان أيضا امتحاناتها. وزير التعليم قال إنه هيتم إعداد قرار وزاري مفصل بشأنها يتم خلاله شرح كل التفاصيل امتحانات الثانوية العامة قبل وقت كافي من بدء العام الدراسي الجديد. وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة حريصة جدا على ألا يدخل طلاب الثانوية العامة 2023 الدراسة إلا وهم على دراية كاملة بكافة القرارات الرسمية النهائية بشأن الامتحانات. وأضاف أنه بتقرر توظيف التابلت في عمل امتحانات شهرية لطلاب الثانوية العامة 2023، وده لضمان تدريب الطالب على الامتحانات منذ بداية العام الدراسي. دي كانت تغطيتنا عن العام الدراسي الجديد. كل سنة وحضراتكم بألف خير. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.